السلام عليكم اخوان وتما الاخوات، كي دايرين؟ كلشي مزيان؟ 5 5 توحشناكم. نتمنوا في الحظ نديروا شي لايف، نقشروا شويه. المهم ما عليناش الاخوان. قبل ما نبدا في الموضوع، عندي واحد القناه جديده كنخدم عليها، نحط لكم في صندوق الوصف وفي اول كومونتير. اللي جابني ندوي عليه الاخوان هو ديامات كندير الفيديوهات على حسب الجنسيه. بزاف ديال الناس كيهضروا لي على الزواج، اليوم غنعطيكم يعني الوجه الحقيقي ديال امريكا اللاتينيه، الوجه الحقيقي ديال النساء. ماشي كلهم، ولكن واحد النسبه كثيره بزاف. راه الا كنتي انت بعقلك، شتي الا كنتي في المغرب بعقلك وجيتي، غيطيروا لك داك الفرح. نقولوا حنا الا كنتي بعقلك راه غتجي لهاد البلاده تاع هادو، راه اقسم لك يمينا ضرب نسى تطيروا في فرح. الا ما كنتيش شي واحد كابابل، ما كنتيش واحد كابابل اللي كي اللي الدماغ ديالو، انا كنهضر بالحرقه. علاش؟ هادشي انا كنعيش وكيعيشو بزاف ديال الناس، ولا كانت هاد الحياه هادي الله ينعل بها حياه. انا واش نقولها لكم؟ راه انسان بعض المرات كيحشي فيه رجليه، رجليه كيحشيها ما تيغطسها ما تيقدرش يجبدها. هذا هو هادشي اللي واقع علينا حنايا. نتمنى الشباب يديروا يعني بالراي ديالي وتصنطوا لي مزيان. نصيحة للإخوان اللي كيكتبوا لي كومونتات الزواج، انا على واحده في الباراغواي، واحده في بوليفيا، واحده في المكسيك، واحده داكشي كامل تخربيق. الله داكشي كامل تخربيق. انا عطاني لكم من هاد المبره هذا، داكشي كامل تخربيق. اللي تيقريو عليكم الشرن راه تيقري لكم الشرن، لكن العديد ديال ما مكرفسين وما يعطيكمش الواقع. انا كنقولك الواقع اصاحبي، انا ما مزوج، ما عندي وليدات، ما عندي عندي مشاكل اصاحبي، رجلي غطسو. ولكن الكتابه ولات كطلع عليا، انا الكتابه ولات كطلع عليا. كنقول الشباب عندكم وثم عندكم وثم عندكم ثلاثه ديال المرات، وعندكم وثم عندكم وثم عندكم، تزوجوا ولا ديروا الولاد. راه بنادم ما عنده ولاد ما مزوج اصاحبي، بنادم عنده مشاكل عايش مشاكل، منو انا يا صاحبي؟ مازال انا عندي مشاكل ديالي، حاجه نورمال عاديه. واش فهمتي؟ مازال هو غنتقلق ودابا غيطلع ليا الدم انا وياه، طق طق العشيه وتبقى تزوق فيا من هنا، ولا نهضروا انا وياه بحال ما كاين والو، عاوتاني العلاقه تمشي عاوتاني كما بغاها الحال، بحال ما كاين والو. راه ليا انت اللي انت مزوج بالوراق، عندك ورق مزوج. راه ليا انت اللي عندك الولاد معاها. انا راه واخا نقول غرق اليوم، غدا انا الصاك ديالي وغنقود في حالي صافي، غير طلع ليا الدم انا الصاك ديالي وغادي نزيد، غير طلع ليا الدم ما غنهز لا صاك لا والو، غنمشي بالحوايج باش لابس كيما دار سمير مسكين. داكشي هو اللي غادي يطلع في اخر المطاف، غيطلع ليا الدم الشكل اللي دار سمير مسكين. غندير ديال موتي انايا، غير نخرج ديك بالحوايج اللي لابس. واش فهمتي؟ الحوايج باش لابس طوبي غير ديال الكرا ماشي ديالي، غندي ديال ما غنحطها وغنشد ديال ما طرا، غنشد الكار الاولاني اللي جا غطلع في ديال مو. علاش بزاف هادشي؟ الشباب كيعانيو الاخوان. انا كنهضر لكم من القلب، انا الكلام ديالي ما يبان لك كنهضر من القلب ولا كنهضر من الفوق. ما يغويكمش دوك اللي كيركبوا في الطوموبيلات ولا تيزوقوا عليكم، ما يغويكمش دوك اللي تيقول لكم راه الحياه حياه السعيده مع المراه، ما يغوالك داكشي كذوب كامل. هذا اللي غيقول لك هاد الحوايج هادو كاين يعني واحد اللقطات بعد الناس هما قلال، يعني تحسبهم يعني قلال، وما اللي كتكون يعني صادقه عليهم ولكن قلال اصاحبي. طار والله ما كاين غير المعاناه بالله، اقسم لكم ويمني ما كاين المعاناه غير المعاناه. عليك نقول الشباب، انا النصيحه لك اصاحبي، ودير بها ولا ما ديرش بها، الله يعطيك بوقليب. انا كنهضر من القلب ديالي، انا كيضرني خاطري نطيح في واحد المشكل اللي طاحوا فيه الناس وطحت فيه انايا، كيضرني خاطري يا صاحبي. كون انا غنطلق عليك السلوكيه، واش فهمتي؟ غنطلق عليك السلوكيه ما على باليش،
غنط عليك السلوكيه السلوكيه سواء نطلع معاك ونطلع عليك المشاهده ونطلع عليك ادسنس وغنهني راسي. ولكن لا صاحبي، لا صاحبي لا، انا ما نبغي، ما نبغي ليكش صاحبي، ما نبغي ليكش التماره، ما نبغي ليكش يعني انت تتكرفص. انا تكرفص وتكرفص وناس اخرين، انا ما نبغيكش تتكرفص صاحبي، ما نبغي ليكش. تنرى والله الدراري ما اقسم لكم يمينا الا كانوا هادوك تيخبى لكم، انا ما كنخبى لكم والو. انا بعض المرات انا راسي تيبغي يحبس ليا صاحبي. وتصور دابا، تصور انا ما عندي ولاد، ما مزوج بها، ما عندي والو، والراس ديالي تيحبس وكيحبس معاها مره مره. وتصنت ليا بنادم، انت انا ما عندي وليدات، ما عندي ولاد، ما مزوج، ما عندي وليدات، والراس كيحبس صاحبي. ودابا حياتي هادي، انا كنت هذه حياه الله ينعل ديال ما حياه بحال هذه. راه تمشي تعيش بوحدك صاحبي، هاد القواد هذا شي قواد اللي غيمشي يبقى يشرح، هادي دير ما عند امك. انا راه ما عندي ما خايف ما والو، فهمتي؟ انا دير ما عند امك وزيدون. هي راه كتفهم شنو كنقول، هي راه كتفهم كاع جميع الكلام اللي تنقول، واش فهمتيني؟ ومتبعاني في القناه وتتعرف انا شنو كنقول. وعاودها لامك، لا انت لا غيرك، فهمتيني؟ حيت انا كما كنقول لكم راه زيد نقص عندي، غير كنقول حنا كنضيعوا الحياه ديالنا. انا ما بغيتش انت تضيع حياتك، انا ضيعت حياتي، نتمنى من عند الله ربما ندير لها ريكوبيري، انا حياتي ضيعتها، واش فهمتي؟ نتمنى من القدام ربما يعني ربي سهل الامور، اما الحياه ديالي ضيعتها انايا، وضيعوا العديد ديال الناس، ومازال الناس كيضيعوها. ما بغيتكش انت اللي جديد تضيع حياتك، ما بغيتكش انت اللي كتفكر تجي لامريكا اللاتينيه باش تزوج ودير الاولاد، ما بغيتكش تضيع حياتك. اقسم لك يمينا، واخا تكون البلاد كيف ما بغات تكون، يكون فيها ما عارف اللي بغى يكون فيها، لا هما هذاك الحر وديك ديال البلاد ولا ديال البلاد الناس، واش فهمتي؟ هادو هاد البلاد اللي غتجي لهم. انا كنعطيكم النصيحه ونعاود نكررها ونعاود نكررها، الا بغيتي تجي البلاد هادو، الا بغيتي تجي البلاد هادو، ما تجيش اخويا على الزواج، ما تجيش دير الاولاد. سالينا اش اخويا بغيت تسارى مع راسك، جيب معاك فلوس وتسارى، كاين ميت شاف تسارى مع راسك، ضرب دير ماما الارجنتين حتى المكسيك، كاين ميت شاف، كاين لوطيلات، كاين كلشي، كاين الزو، كاين اللي بغيتي، كاين كلشي اللي بغيتي، الا تعيش مع شي مرا، الا تزوج بشي مرا، الا دير معاها الولاد. هادي تنقولها لك انايا، راه كاين العديد ديال الناس كيبين لكم جنة فوق الارض اصاحبي، راه تيبين لكم جنة فوق الارض كيسحبكم نتوما، راه الحياه هي هذيك. راه لا صاحبي، راه واقع الواقع، الفيديوهات الفيديوهات، راه الناس راه مكرفصه عباد الله، راه اقسم لكم الا الناس مكرفصه. انا براسي، انا كيطلع لي الدم وكن تخز عليا وتخز عليها وتنقودو في السوايع هادي. ولكن انايا علاش كنقول لك هادشي؟ حيت انا واحد النهار كما كتكسر شرح ليها وزيدو بلا ما شرح ليها كتفهم، راه واحد النهار انايا غنهصك ديالي ياك حويجي باش لبس، غنزيد غنمشي نقود في حالي، غنقود في حالي. انا كرهت، انا مليت، انا طلع لي شي بلا ما نقول تخسر هذا الدري الحياه، انا طلعت لي في سميتو. تصور بعض المرات الدراري راه كتفكر صاحبي دير انت شي حاجه في راسك صاحبي، راه اقسم لكم ما شي بنادم اللي ما مكابطيش راسو راه يقدر ينتحر، يقدر يدير شي حاجه في راسو عباد الله. ترى كتعيش انت شي حياه صاحبي بعض المرات، راه والله اخوتي وبربي ربي اللي عالم بينا، خصوصا الناس اللي عايشين في امريكا اللاتينيه، والله الا ربي اللي عالم بينا. يا ربي تلطف يا ربي تشوف من حالنا كيف ما كيقولوا صافي. راه كارثه، راه كارثه. بعض المرات انت كتكون طالع لك الدم وعندك مشاكل والراس ديالك عامر، مشاكل في الخدمه، مشاكل في الشارع، مشاكل مع موين داركم، مشاكل هذه الماده من هنا، وكيتزيد لك هي المشاكل ديالها، راه طالع تفرقع صاحبي. تصور انت خدام في الشارع عباد الله وراسك عامر بالمشاكل، الوالدين خاصهم، الخوت خاصهم، هذا خاصو، هذا وانا وفعلا، وانت عامر مشاكل وكتزيد المشاكل ديالها. ماشي هذا راه تحمقك هذه يا صاحبي. هذه النصيحه للشباب، نصيحه كنصحكم انا، ما كاين لا الدراري مغربي في امريكا اللاتينيه، مغربه في الخرا، ما كاينش الخرا هذا كامل،
صافي ما كان لا والو. المغربي في بوليفيا على المغرب في امريكا اللاتينيه على شنو هي امريكا اللاتينيه شنو هي بوليفيا تقلوه جي صحابكم مشاكل معاناه المشاكل صافي. كاين الناس اللي عايشه مزيانه ومايني على رقم على حسب يعني الاصابع كما تيقولوا هما قلال صافي بونتو فيرا. علاش غنكذبوا على روسنا؟ علاش علاش غادي يبقى يكذبوا على روسنا؟ علاش علاش ما كاين والو. الا كنتي اولتي هنا باش تجي على الزواج ولا على المراه ولا على الاولاد حقص في داركم. انا غنصحك اخويا رجع تكرص اخويا حياتك. اللي قال لكم اجي دير البروجي ب 1000 دولار 2000 دولار كيضحك عليكم. من 1000 دولار ولا 2000 دولار اللي قال لك غتجي طلع الاقامه اجي غير درم طلع الاقامه غير هكاك راه تيضحك كيضحك عليكم. واش فهمتني؟ المعاناة الدري اقسم لكم يمينا الى شوب وراه والله الا عامر راني عامر الدراري والله الا راني عامر. غير كنقول لكم انا راه واخا انا هكا مازال عندي انا الحل. انا مازال عندي الحل ما مزوج ما عندي وليدات. انا كنصح الشباب انا كتشوفوني هكا طالع ليا الدم مخيخ ما عندي وليدات ما مزوج يعني حل في يدي اي لحظه غنصك كيفاش دار سمير غنصك وغادي نزيد. ولكن ارى لي هادوك اللي عندهم الولاد ورا لي هادوك اللي مزوجين كيفاش غادي يديروا للرسوم وانت اللي غتجي تزيد عليهم كيفاش غدير ليها؟ انا اشرح ليا حقا جاتي وقول لا وانت وانت واش يدير امك الله يعطي دير امك كماش معاه انسان اللي كينصحكم وتيبغي لكم الخير ما كتقبلوش اصاحبي. انا راه صايم وكنهضر بحالك يا ربي تقبلنا هذا الصيام هذا. واش دابا غنقول لي دابا انت انت صايم وكاعي انت في رمضان دابا انت في رمضان صايم وكاعي وساخط على الوضعيه واش دايز لك داك رمضان ولا ما دايز لكش؟ كنقلبوا على الجوا من جلد الدراري. امريكا اللاتينيه بحوايجها مزيانين بحوايجها خايبين ولكن الا كنتي باغي تجي هنا عندك فلوس باغي دير شي بروجي عندك واحد 9000 دولار واخا نقدر نقولك تقدر دير بروجي عندك واحد 10000 دولار غدير بروجي جاي باش تسارى مع راسك اجي. انا كنقولك انا اجي عندك فلوس عندك ما تخسر مزيان التساريه كيما يتشاف يعني حياه في شكل. ولكن اللي ما غنصحكش بها هو تكون كدوي مع شي وحده وكدير معها البلان باش تزوج بها وتجي هنا لو تزواج. ما كنهضرش على بوليفيا وكنهضر على على مال امريكا اللاتينيه كامله. امريكا اللاتينيه كامله كندوي عليها. الا كنتي كدوي شي وحده يعني باغي تزوج بها انا كنعطي لك من هنا عقل على دير مو هاد الفيديو هذا وعقل على البوزبه اللي تيهضر معاك دابا على هاد الكلام اللي تنقول لك حاليا دابا عقل عليها. هاد الفيديو غيبقى شاهد عليها في القناه تصنت له مزيان واجي تزوج الاخر تقول هذيك قال هذيك بوزبه اللي كان كيقولها في اليوتيوب. ولكن ما درناليش براي ما كناش درنا له براي حيت علاش انا كنت بغيت كتبان ليا العالم. هذه النصيحه للشباب حتى لا غواك الله وجيتي عفوا غواك الشيطان وجيتي لهاد البلاد هادي جيتي ما تزوجش ما تزوجش جيتي عند شي وحده ما تزوج ما دير الاولاد عطالك من هنايا ما تخلى تخلص لك المركوب ديال الطياره ما تخلص لك مركوب الطياره ما تحاول تصاوب لك لا كارت لامبيتاسيون لا والو. حاول ما امكن تصاوب انت الامور ديال راسك كاين بزاف ديال الدول بلا فيزا فهمتيني. اجي ليها الا جيتي ما تزوجش بها ما ديش الاولاد ماشي غاتجي تحال في امك بحال الطبع فهمتيني ودير اللي ما دير وتصدق محملها وهادي خاطر بحال بحال راه ما راه واخا ما تكونش مزوج بها الا حملتيها راه فهمتي خريه خريه تحطي فيها تحطي فيها. المهم دراري اخر كلام اللي غنقول لكم اخر كلام حاجه اللي غنقول لك نقولها للشباب ما تجيوش على الزواج الامريكا اللاتينيه ما تجيوش على الزواج ما تجيوش ديروا الاولاد. هذه النصيحه للشباب دير بها خويا ولا ما ديرش بها. هنا راه الشيط على في الراس حنا عايشين مشاكل الانسان كيعاين كاين حنا بعدا راه انا بعدا كنقول لكم اللي كاين راه كاين اللي تيخبع كاين اللي يدير مو عايش الدل وعايش مشاكل وعايش وتيخبع ما يقدرش يقول لك اصاحبي واش طامر غادي يقول لك كما كنقول لك انا انا راه ديريكت انا ما غاديش نتكبر نقول لا فلان غيضحك عليا ولا فلان انت ولا هذاك انا نقول لهذوك اللي غيضحكوا ها هو وجلسوا عليه فهمتوني. حيت انا كنبغي نوصل الرساله للشباب باش ما يضيعوش الحياه ديالهم كما ضيعتها انا وضيعوها الاخرين ومازال الناس كيضيعوها ما بغيتش تضيعوا حياتكم انتوما.
حياتكم ما بغيتكمش تضيعوها، بغيت لكم غير خير. المهم ما تنساوش غنخليهم القناه الثانيه اللي كنخدم عليها في صندوق الوصف في اول كومونتير، وشكرا لكم بزاف. والله الله يدوز هذا الصيام هذا، راني صايم الاخوان وعندي جوج ديال النهار وكاعي وصخت كنهضر هذا الكلام هذا، يا ربي تسمح لي والله يدوز هذا الصيام هذا. المهم هذا ما كان الخوت، الزواج في امريكا اللاتينيه ولا الاولاد مقاطعه.